حدث في مثل هذا اليوم 12 من رمضان المبارك انتصار المسلمين على الفرس في موقعة البوي. في مثل هذا اليوم 12 رمضان المبارك لعام 13 هجري انتصر المسلمون في موقعة البوي في العراق، عندما أرسل الفرس جيشا بقيادة مهران بن بزان، وعبر الفرس الجسر إلى موضع يسمى البويب، والتقى المسلمون معهم في قتال عنيف بقيادة المثنى. معركة البويب من المعارك الحاسمة في تاريخ المسلمين، وتقاس بيوم اليرموك لأنها أذنت للمسلمين أن ينساحوا في بلاد الفرس. هجوم الروم على مدينة دمياط. من المسكوت عنه من تاريخ مصر ما حدث في 12 من شهر رمضان المبارك لعام 238 هجري، الموافق ل 25 فبراير 853 ميلادي. فاجأ جيش الروم بقيادة تيودور الرابع ملك الفرنجة مدينة دمياط في مصر بهجوم ليس له مثيل. كان ذلك في عهد خلافة المتوكل على الله، حيث كانت مصر ولاية إسلامية تابعة لنظام الخلافة. نهب الروم مدينة دمياط ونشروا فيها الفساد وأحرقوا المساجد والدور والمخازن، واعتدوا على النساء وهتكوا الأعراض وبقروا بطون الحوامل وقطعوا أرجل الرجال. لكن هب المسلمون من كل مساجد مصر نحو دمياط دفاعا عن الأعراض والأرض، واستطاعوا رد الروم المعتدين الذين فروا وعادوا إلى سفنهم في البحر. دخول أحمد بن طولون مصر. في 12 من شهر رمضان عام 254 هجري، الموافق 3 سبتمبر 867 ميلادي، دخل أحمد بن طولون مصر. بناء جامع ابن طولون بالقاهرة. في 12 من شهر رمضان عام 265 هجري، الموافق 7 مايو 879 ميلادي، بني جامع أحمد بن طولون في القاهرة. فتح أنطاكيا. في 12 من رمضان عام 666 هجري، الموافق 25 مايو 1268 ميلادي، فتحت أنطاكيا على يد الظاهر بيبرس، وأنطاكيا مدينة عربية سورية. رحيل بن مالك. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان المبارك لعام 672 هجري، رحل صاحب ألفية ابن مالك، ابن مالك أبو عبد الله الحياني صاحب التصانيف، ولد في حيان وتوفي بدمشق. هو لغوي أندلسي مشهور ومن الأئمة المشهورين في علم النحو وسائر علوم اللغة العربية. اشتهر بألفيته في النحو وقد سماها الخلاصة، وهي من ألف بيت في القواعد، وطبعت ألفيته مرارا في الشرق والغرب وشرحت على يد الكثيرين. وهي من ألف بيت في القواعد وطبعت ألفيته مرارا في الشرق والغرب وشرحت على يد الكثيرين، وكانت وما تزال أساس كتب التدريس في علم النحو مع شرحها لابن عقيل. وفاة الإمام ابن الجوزي. في 12 من رمضان 597 هجري، الموافق 16 من يونيو 1200 ميلادي، توفي الإمام أبو الفرج بن الجوزي شيخ العراق وإمام الحديث والفقه واللغة والتفسير. اليوم 12 من رمضان في السنة 8 هجري، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بالاستعداد للغزو دون أن يخبرهم بالجهة التي يقصدها، ونجح المسلمون بعد أيام بقيادة الرسول في فتح مكة. في 12 من رمضان 1094 هجري، القوات العثمانية تحقق انتصار كبير في معركة فيينا، وذلك عندما تمكنت من فتح ثورة في الدفاع عن المدينة التي كانت واحدة من أهم العواصم الأوروبية.